عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي. النهار إن شاء الله غادي نتحدثوا على واحد الموضوع ديال الطريقة الصحيحة لإعطاء الفصة اليابسة للأنيم. شحال من كومونتير جاوني على حساب الفصة، اسمو هي الفصة، يعني اسمو هي البالة ديال الفصة. البالة ديال الفصة كما كتلاحظوا راه هي عندي تمايا، راها شوفوا الحجم ديالها، راه فوق منها البانيو. المهم البالة ديال الفصة وهي البرسيم، بكل بساطة البرسيم. يعني بالنسبة لخوتنا الجزائريين راه حتى هما كاين عندهم واحد الاسم غريب، ولكن هي كتشبه الفصة، يعني كيقولها صفصافة. صفصافة يعني كاين بزاف ديال 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 الأسماء لهاد الفصة اليابسة. هي عبارة عن يعني أغصان طوال كيكونوا كيكرموهم بهذه الطريقة، انتم كما كتشوفوا كيكرموهم وكيعطيهم الأنانيب. كما قلت في حلقات سابقة أن الفصة ما عندهاش أضرار جانبية، يعني ممكن أنكم تعطيو الكمية اللي بغيتو وغادي تحسوا باللي الأنانيب ديالكم تبدلوا عليكم. يعني الناس اللي كيهضروا على النتواس كيعطيهم بزاف ديال كميات اكبر وكيديروا لهم الشحمه وما كيبقاوش يولدوا لهم، الفصه ما كاينش هذا الشيء كامل. يعني ممكن انكم تعطيوها واحد يعني واحد الحزمه وتعطيوها لها جوج مرات في النهار، ولا كونوا متاكدين ان الصحه ديالها غادي تكون مزيانه. ده بالنسبه للصغار، على الكبار، على الذكور. المهم نتكلموا على يعني شي ناس هضروا قال لك باللي ممكن ان هاد الفصه تكون مرشوشه بعض المبيدات الادويه كادويه. انا مشيت سولت وبحثت في هذا الموضوع، يعني مباشره مشيت عند فلاحه يعني اصدقاء وسولتهم واش كيديروا الدواء الفصه. قال لك الفصه ما كديرلهاش الدواء لان اصلا رخيصه، ما يمكنش غادي يديروا لها شي دواء اللي غادي منين غادي تكبر مثلا غادي يربحوا منها شي اموال طائله. يعني ما كيديرولهاش الفصه سبحان الدواء، ما كيديرولهاش الدواء، ما كيديرولهاش المبيدات. كتكبر يعني طبيعيه، كتعطى ماشي غير الارانب، كتعطى يعني الارانب وكتعطى المواشي، كتعطى يعني البقر، يعني الثور ممكن انك تلقاه حتى هو الحواله، اي نوع من يعني الحيوانات كتعطى ممكن انك تعطيه الفصه. الفصه يعني شي حاجه اللي ما كديرش المشاكل يعني في الهضم، مثلا الكوليستريديا ولا الكوكسيديا يعني الاسهال، ولا شي حاجه يعني امراض معويه ما كايناش. كاين ان يعني كابره بطريقه طبيعيه ما غاديش تضرهم، ما يمكنش تضرهم. الناس اللي سولوا على هذا الموضوع هذه هي الاجابه، انها ما كتضرش في الامعاء والجهاز الهضمي بتاتا. اما عن الطريقه ديال كيفاش ممكن انكم تستعملوها، لان كاين الناس اللي قالوا لي عندهم ماشي بحال هاد الاسلاك هكا كارويات، انتم كما كتشوفوا معايا كارويات هنا، وانما عندهم اسلاك. انا عندي حتى انايا كيجان لهيه راهم فيهم اسلاك طويله، ولكن كاينه واحد الطريقه اللي ساهله ان وممكن اننا نستعملوها وما يطيح ليناش هذاك التفرتيت ديالها. كاين الناس اللي كيضيعوا فيه يعني الطريقه، وهي كالتالي. اذا كما كتشوفوا معايا هنايا ممكن انكم هنايا كما كتشوفوا هي كتكون يعني مبريسيا، دايرينها مكدسه والحجم ديالها كبير، هانتوما كما كتشوفوا. ممكن انكم تخليوا واحد الجانب هو اللي غادي تبقاو تجبدوا منه، وممكن انكم تجبدوا واحد الحفنه هكا وتقرضوها لهم طريفات هكا. يعني هي الحفنه تقرضوها على ثلاثه المرات، يعني مثلا هكا ممكن انها تقسم هكا عاوتاني تعاودوا تقرضوها. يعني صافي هذا راه كافي، يعني انك تعطيه الارنب بالغ مثلا في يعني في نهار كامل ممكن تعطيه هاد الحزمه هذه، صافي راها مزيانه. لاحظوا انني كيفاش الطريقه باش قرضتها، يعني ماشي غتعطيوها له هكا طويله وترميوها له، هو اسمه غادي يبقى يعفس فوق منها، داك الشيء غادي يبقى يطيح في
تحت من القفص. كاين الناس اللي عندهم غير يعني التربيه الارضيه ممكن انهم يحطوها يعني في الارض، ولكن كاين اضرار عاوتاني انها اعزكم الله كيتبول فوق منها، الا مشات تتبول فوق منها وبدا ياكل منها راه كيجيو امراض من نوع يعني ممكن انه يجيه يعني انتفاخات من هذه القضيه هذه ديال التبول فوق الاكل. الاكل خصو يكون نقي يعني بحال هكا، وتعطيوه العلافه مثلا. هانتوما هذا هو هنايا، ها هي راه كاين واحد الارنب هنا، ممكن ان العلافه ديالو هانتوما كتشوفوا غادي نجي ونحطها له هكا صافي، وندفعها هكا صافي. غادي يبقى هو ما حدو هو كيجبد من العلافه، هانتوما ما حدو هو يجبد من العلافه وهو كياكل. هانتوما راه كياكل بشراهه عاجبه هانتوما سبحان الله. هانتوما ما حدو هو كيجبد من العلافه هانتوما وهو كياكل، وما يمكنش انه داك الشيء يطيح هانتوما. هو كيعجبو بزاف هاد الفصه هذه، يعني محبوبه يعني كاع الناس اللي غادي يخدموها راه غادي يشكروني عليها، لان في الحقيقه ما فيهاش شي اضرار جانبيه. ممكن ان غير هذا البروغرام هذا اللي راني داير يعني انا ساحيت فيه، كاين الناس اللي غير كيحطوها وكيبقاو يجبدوا منها وكيرميو الانانيف ديالهم. لا، شدوا واحد القطعه بحال هكا وقسموها على ثلاثه، قسموها على ثلاثه وكل حزمه هكا خشيوها في العلافه وخليوه واحد هو كيجبد، ماشي ترميوها له في الاقفاص هكا. غادي تشد مثلا قفص وترمي له طبيعه الحال هاد الاسلاك هذا بحال هكا، غادي يبقى يطيحوا الفصه، لان هي عباره عن عيدان. لاحظوا ان هي غير عيدان بحال هكا، الا مشات تبقى كطيح في, 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 في يعني في وسط تحت من القفص غادي تعذبكم في التشطاب. اولا غتبقى تشطب بزاف، ثانيا غادي يعني تضيعوا فيها، يعني كل حزمه يمشي منها مثلا الربع، اي حزمه يمشي منها الربع، حتى هذيك الربع يعني احنا كنتمنوا ان الفصه تستغل كامله، يعني كامله كل جزء منها يمشي في بطن الارنب. اذا الحلقه ديالنا هي هذه. الفصه يعني راه معروفه عند الكل غير باسماء مختلفه. المهم حنا عندنا الفصه في هذه الوقيته الثمن ديالها راه واصل، حنا عندنا في المنطقه الشرقيه 75 درهم. قال لي كاينين شي وحدين قال لك بلي راه كاين في مناطق اخرى ارخص وكاين مناطق اخرى اغلى، على حسب الجفاف او البلاصه اللي كيكون فيها الصابه والشتا صابه، يعني كتولي كتكون رخيصه واحد شويه. اما بالنسبه للمنطقه ديالنا راها كاينه ب 75 درهم. 75 درهم انا كنظن انها غادي تضرب مزيان، يعني حنا نقولوا هذه البالا مثلا شحال فيها ديال الطون، راه فيها واحد متر ونص تقريبا على هذا الكارو هذا. انتم كما كتشوفوا ممكن ان يكون فيه 50 سنتيم على 50 سنتيم، يعني تخيلوا هذا الحجم هذا وشحال ب 75 درهم، يعني راه مزيانه. ممكن انها يعني تدير لكم واحد 3 شهور، ولا الا كان عندكم قاطع صغير ممكن انها تضرب 3 شهور، وممكن انها تضرب اذا كان عندكم غير قاطع كبير ممكن انها تضرب مثلا شهر راه مزيانه، احسن من السيكاريم. السيكاريم راه الا شريتو خنشه ب 90 درهم راه ما كدير والو. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، يعني حاولوا انكم اللي ما عندوش هاد الفصه يحاول انه يقلب عليها، راه كتكون في السوق ديال المواشي كيكونوا اي بلاد فيها الماشيه غادي يكون فيها الفصه. ما يمكنش الماشيه راه كياكلوا غير الفصه، يعني فين ما تشوفوا شي بلاص داير التبن اعرفوا راه الفصه كتكون محطوطه معاهم. يعني الناس اللي كيشوفوا التبن محطوط في شي اسواق يسولوا على الفصه، راه كتكون حتى هي كتكون بهذا الحجم. انتم كما كتشوفوا راه حجم كبير تبارك الله، انتم راها كبيره. وديروا هذا السيستم هذا باش ما تبقاش تضيعوا فيها انتم، ممكن انك تستعنوا بواحد البانيو هكا باش تبقاو تحطوا فيه وعاد تديو الارانب ديالكم تعطيهم ياكلوا. اذا هاد الحلقه ديالنا راه سالات، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناه غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم على يعني التعاليق الطيبه ديالكم، وحنا راه حنا عائله. وما تنساوش شعارنا ديما في القناه، وهو ان الخير جاي القدام، ديما نويو الخير وان شاء الله ما يكون غير الخير. اذا
الحلقه ديالنا راه سهلات، تكيو على زر جيم باش تساندونا وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.